ابراج كهربائيه وخطوط نقل للتيار لكنها دون مصدر للطاقه، تلك هي حاله شبكه كهرباء مديريه المسيمير بمحافظه لحج التي لا تبعد سوى 40 كيلو متراً عن مركز المحافظه حيث لا تزال تعيش خارج نطاق الخدمه منذ انقطاع التيار عنها قبل اكثر من سبع سنوات. على مدى سبع سنوات المسيمير تعاني حرمان الكهرباء وتعيش في ظلام دامس هذا المشروع الحيوي الهام الذي لم يلمس خيراته المواطن على امتداد ما يقارب اكثر من 300 قريه تعاني الكثير والحرمان المشاريع المتعثره ومنها مشروع كهرباء المسيمير حرمان الأهالي من خدمة التيار كان قد اضطرهم خلال السنوات الماضية إلى مطالبة الجهات المعنية بضرورة النظر لوضع الكهرباء والتي بدورها أجرت دراسة في العام 2018 بهدف معالجة المشروع إذ لا يزال متعثرا حتى اليوم رغم المناشدات المتكررة قول المدرم من ضمن القرى التابعة لمدينة المسامير والتي تعاني من حرمان الكهرباء و وهي يعني متعثرة من عام 2015 وكانت لنا وعود قبل خمس سنوات من قبل المحافظه ولكن وعود كلها يعني هباء منثوره هناك متابعه من قبلنا حثيثه من 2018 الى يومنا هذا وانزال فرق هندسيه ولدينا لكن ليس هناك اي نظره من قبل المؤسسه او وزاره الكهرباء والطاقه ولذا نناشدهم بعارة النظر وعمل التوجيهات اللازمه لاعتماد محطه توليديه او تحويليه. تنفيذ محطه تحويليه او توليديه للمديريه خطوه يقول مسؤولون مختصون انها السبيل الوحيد لاعاده التيار للمواطنين بعد ان اضحت عوده الكهرباء الى منازلهم مجرد حلم مع انها احدى الخدمات الاساسيه. سامح عبد الوهاب قناه بلقيس محافظه العين.